السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده كده إن شاء الله هنعمل مع بعض بطفور العيد الفاخر، يعني بطفور العيد الدايب. طبعا أظبط مقادير هتجربوها ونتيجة هتبهركم جدا من أول مرة، طب بجد رهيب جدا. طبعا الوصفة دي هتنسيكم أي وصفة بطفور عملتوها قبل كده. طبعا ده انتوا شايفين كده شكل البطفور القمر بتاعنا، بجد النتيجة مبهرة جدا. إن شاء الله كده بسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بجرام وبكوباية، ويلا بقى كده نتابع الفيديو مع بعض على طول ونقول بسم الله. اول حاجه طبعا انا هستخدم النهارده نص كيلو من الدقيق، يعني اربعة كوب اللي هو المج الشاي العادي ممسوحين كده من الدقيق، زي ما قلت وزن 500 جرام من الدقيق. طبعا هستخدم عليهم كده. طبعا اهم حاجه برضو الدقيق يكون عندي نوع كويس، يعني تستخدمي الدقيق اللي هو الدقيق الفاخر او دقيق البسكويت او دقيق الكيك. طبعا هستخدم عليهم هنا كده 400 جرام من الماده الدهنيه، يعني هستخدم كده 300 جرام من الزبده الفرن، عليهم 100 جرام من السمن البلدي او السمن العادي. هنا بقى كده بالمضرب الكهربائي او بالعجان او بالمكسر بنبدا كده نخفق الماده الدهنيه كده كويس. طبعا الماده الدهنيه دي بتكون كده ساقعه كده من الثلاجه، يعني مش هنستخدمها كده بدرجه حراره الغرفه، اهم حاجه كده نستخدمها يكون اللي عندي الماده الدهنيه ساقعه، يعني بتجيبيها من الثلاجه ونبدا كده نشتغل بقى على طول. بعد كده بعد ما خفقتها وضعف الكميه بتاعتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، او بعد ما بقت معايا زي ما انتم شايفين كده، هنا بقى كده بضيف عليها مج ممسوح كده من السكر اللي هو البودر المطحون، يعني بوزن 160 جرام. وبنبدا بقى كده نخفقه لما يبدا كده الكميه تضعف، او لما يبدا كده اللون يفتح زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده بجهز بقى 3 بيضات. طبعا البيض اللي انا مستخدماه ده بيض بلدي، يعني الحجم بتاعه بيكون صغير شويه. لو هستخدم بيض اللي هو الوداري او بيض المحلات بيكون بيضتين بس، لانه بيكون الحجم بتاعه اكبر. فهنا طبعا نص كيلو دقيق بيحتاجوا بيضتين، اما لو كيلو الدقيق هيحتاج معانا 4 بيضات، والماده الدهنيه بيكون 800 جرام من الماده الدهنيه، اما السكر بيكون 320 جرام من السكر. طبعا زي ما قلت هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بجرام وبكوبايه. وهنا بقى كده حطيت على البيض واتنين باكت من الفانيليا. بعد كده بقى بندل البيض واحده بواحده، طبعا على 3 مراحل، لو هنستخدم بيضتين يبقى على مرحلتين. بعد كده بنشغل المضرب زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لما يبدا بقى كده خلاص خلطت كده المقادير بتاعتي، طبعا بنحط البيض بنخلطه كده لمده 3 دقائق. بعد كده بقى هنا بقى زي ما انتم شايفين جهزت الدقيق بتاعي، طبعا بننخله الاول كويس بالمنخل، ضفت عليه كده ذره بسيطه بين صوابعي من الملح، طبعا الملح بيظبط معانا الطعم. وهنا بقى كده ببدا كده احطه على الماده الدهنيه او على المقادير بتاعتي. بعد كده بقى ممكن نقلبه تاني باللي هو المضرب الكهربائي، او ممكن نستخدم اللي هي الاسباتله او المعلقه، او نستخدم ايدنا، اهم حاجه ما نعجنش في عجينه البوتفور. بمجرد بس ان احنا نقلبها كده كويس بنشرب كده الدقيق بس باللي هو المقادير اللي هي الدهنيه مع البيض مع السكر زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنا كده خلاص بقت عجينه البوتفور جاهزه معايا بالشكل ده. بعد كده بغطيها بكيس وبسيبها الاول في التلاجة عندي حوالي كده ربع ساعة، طبعا العجينة ترتاح معايا، انا اهم حاجة عشان الزبدة ما تبدأش كده تفصل مني. بعد كده بقى بنجهز اللي هي الصواني بتاعتنا او الصاجات اللي هنبدأ نعمل فيها اللي هو البوتفور. عندي بقى كده النهاردة انا هشتغل كده بماكينة البوتفور، وهشتغل باللي هو الكيس الحلواني. عندك ماكينة البوتفور تمام هتشتغلي بيها، عندك كيس حلواني برضو تمام هتشتغلي بيه. انا حبيت برضو اشتغل معاكم بالاتنين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اول حاجه كده بقى جبت اللي هو الكيس الحلواني، حطيت مثلا اللي هو القمع اللي هو بتاع مثلا بلح الشام، او القمع اللي هو بتاع كريم شنطيه، حطيت كده بقى العجينه فيه. هنا بقى كده برضو هنا حطيت العجينه في ماكينه البوتفور، وببدا كده اعدل كده اللي هو السن بتاع الماكينه، وببدا كده اضغط ضغطه او ضغطتين. طبعا في اشكال ممكن بتاخد ضغطه، في شكل ممكن بياخد ضغطتين، طبعا بتجربي كده. طبعا العجينه لو حسيت ان هي بتبدا تلزق معاكي بترجعي مثلا اللي انت هتعمليها مثلا في المكنه، بتحطيها الاول في التلاجة زي ما قلت تسقى معاكي بتشتغل معاكي في المكنه على طول، او ممكن تضيفي لها بس معلقه واحده من الدقيق بتكون ممتازه معاكي في المكنه بتشكل معاكي على طول. اما الكيس مفيش مشكله، بتكون برضو المقادير مش هتحتاج ان انت تضيفي دقيق تاني. وهنا بقى كده بنشكل كده بالمكنه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا اهم حاجه البوتفور هنا عشان ما يفصلش معانا زبده او يفصل معانا سمنه، زي ما قلت بيسيبيه كده في الثلاجه حوالي كده ربع ساعه يرتاح. انا عايزه العجينه كده تفضل معاكي ساعه. واهم حاجه برضو نشتغل كده في مكان بارد، يعني كده يكون المكان حوالينا بارد ما يكونش المكان دافي، طبعا زي ما قلت عشان الزبده ما تفصلش من البوتفور، بعد كده البوتفور ينشف معاكي يبقى زي كده حاجه كده ناشفه ما يكونش معاكي كده ناعم. هنا بقى كده زي ما انتم شايفين برضو كده بشكل بالاول الكيس الحلواني بنشكل بالشكل ده. طبعا لو احنا حابين مثلا نعمل هو البوتفور بالشوكولاته
بعمل الاول مثلا نص الكميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بعد كده باجي مثلا على، وانت هتعمل بقى على حسب، مثلا هتعملي النص ونص، بتشكلي الاول النص المقدار الاول زي ما انا هعمل كده، وحبه بقى اللي هو المقدار الباقي بتجيبي بقى كده طبق او بوله، هتحطي فيهم معلقتين كبار من اللي هو الكاكاو الخام. اهم حاجه نستخدم برضو كاكاو نوع كويس، انا استخدم مثلا كاكاو اللي هو الاسباني او كاكاو اللي هو دريم، وبخلط عليهم كده معلقتين من الزيت وبقلبهم كده كويس. بعد كده بحطهم على العجينه وبقلبها زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه او الدبتله او بايدي. بعد كده بقى هبدا اشكل فيهم، حابه اشكل فيهم بالمكنه، حابه اشكلهم بالكيس، هنا بقى بنشكله بالشكل ده. طبعا هنا بقى في الوقت ده الصواني دي بنبدا برضو زي ما قلت بنحطها في كده مكان بارد. لو المكان عندك مثلا دافي اللي انت بتشتغلي فيه مثلا سواء المطبخ، هنا حاولي ان انت تحطي مثلا الصواني في التلاجة. عما تبدا كده نحط كده نسوي الصواني صينيه بصينيه، ده طبعا بيساعد ان الزبده تفضل معانا محتفظه في العجينه، ما تحاولش ان هي تفصل مننا. وهنا بقى كده خلاص بعد ما شكلت الكميه اللي موجوده معايا بالشكل ده، طبعا ده كده كميه من نص كيلو دقيق عملت معايا الكميه القمر دي. هنا بقى كده خلاص، هنا بقى هنيجي بقى للتسويه كده في الفرن. طبعا التسويه بنحط اللي هو الرف، الشبكه بتاعت الفرن في اللي هو الرف الوسطاني، بنبدا كده بقى نسوي البوتفور بتاعنا على درجه 180. لو عندك الفرن بيولع من تحت ومن فوق هتولع الفرن من تحت ومن فوق، لو عندك الفرن بس بيولع من تحت نولع الفرن من تحت على درجه 180. لما يبدا كده البوتفور ياخد معانا اللون اللي هو الذهبي او اللون الاصفر اللي هو الاصفر، بعد كده بنطفي من تحت ونولع الشوايه من فوق لغايه ما ياخد معانا اللون اللي هو بردك الاصفر او الذهبي اللون الجميل. اهم حاجه تسويه كويس ياخد اللون المضبوط، حاولي ما تطلعيش البوتفور ابيض، ده طبعا يطرى معاكي كده على طول. اهم حاجه ناخد اللون اللي هو اللي انتوا شايفينه معايا ده يكون باللون اللي هو الذهبي ده او اللون الاصفر ده. هنا ما شاء الله شايفين التسويه دي، تسويه اللي هو البوتفور بتاعنا زي ما قلت. حاولي كده ان انت تحطي الاول عجينه البوتفور في مكان بارد، زي ما قلت لما كان عندك دافي حطه في الثلاجه. وهنا بقى كده خلاص خبست اللي هو او سويت البوتفور بتاعي بالشكل ده. هنا بقى كده هبدا بقى كده اعمل له كفر من اللي هو شوكولاته، عندي بقى قالب شوكولاته بيضاء قالب شوكولاته بني، وهنا بقى كده بستخدم اللي هي الشوكولاتات اللي هي الكريسبي او الشوكولاته اللي هي الفورماسيه اللي هبدا اعمل بيها الطبقات. وعندي برده كده اللي هي شوكولاته النوتيلا حطيتها برده كده في كيس، هبدا كده اعمل اللي هي الطبقه اللي احنا بنلزق بيها بين البوتفور والثانيه. بلاش ان انتوا تستخدموا اللي هي المربى، لان المربى لما بنستخدمها في البوتفور البوتفور بيطرى معانا على طول، ما يعني ما بياخدش وقت ان البوتفوره مثلا تفضل معايا كده مقرمشه. الافضل احنا نبدا كده نلزق الطبقتين ب اللي هي الشوكولاته او النوتيلا. ولو انت مثلا، وحاولي مثلا قبل العيد مثلا كده بيومين تبدا كده، لو انت مثلا خرجتي البوتفور بتحفظيه كده في علبه محكمه الغلق طبعا بغطا، وبتسيبي البوتفور بتاعك قبل العيد ممكن تشكليه كده بالشوكولاته، وبيكون ممتاز معانا جدا، بيفضل معاكي البوتفور مقرمش. بجد النتيجه زي ما انتم شايفين. هنا بقى كده خلاص، هنا بقى كده البوتفور زي ما قلت بنبدا كده نلزق الطبقتين بعض بين اللي هي الشوكولاته النوتيلا او الشوكولاته اللي انا سيحتها معاكم دي. طبعا بحط الشوكولاته كده في طبق او بوله، وهي ببدا كده اسخنها كده على حمام ميه. طبعا الحله زي ما انتم شايفين تحت كده بحط فيها ميه، بحطها كده على البوتاجاز، بيبدا كده لما تبدا الشوكولاته تسيح معايا في الطبق. لو عندك اللي هو الميكروويف طبعا تمام، هتحطيه كده في الميكروويف من اللي هو الميكروويف، هتحط كده معاهم معلقتين من الزيت، بعد كده الشوكولاته بتسيح معاكي. ونبدا نشكلها بالشكل ده، بنحط كده البوتفور بنلزقه ونبدا بقى كده ندل بيه في الشوكولاته. بعد كده بنبدا بقى نعمل الطبقه اللي هي الخارجيه بشوكولاته اللي هي الفورماسيه او الشوكولاته اللي هي الشيبس. طبعا عندي بقى كده صينيه، ببدا كده افرش عليها ورق من الزبده، والقطع اللي انا بعملها او بخرجها ببدا بقى كده احطها كده على ورق الزبده، لما تبدا طبعا الشوكولاته تتماسك معايا وبتبقى جاهزه معايا بالشكل الجميل ده. شايفين معايا البوتفور بجد النتيجه بجد حلوه قوي، من نص كيلو دقيق بيعمل معاكي كميه كويسه جدا. تقدر طبعا تعمليه بيتك بطريقه سهله وبسيطه جدا، ما بتاخدش معاكي وقت، بس في الاخر بتاخدي احلى بوتفور في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. وهنا بقى كده ببدا اكمل الكميه اللي موجوده معايا بنفس الطريقه. حابه برضو البوتفور هنا تغلي فيه كله بشوكولاته، بتبدا تغلي فيه برضو كده بين معلقتين او شوكتين بالشكل ده، وتبدا كده تزينيه من فوق كده بشويه شوكولاته. وطبعا هنا برضو مستخدمه اللي هو الجوز الهند الناعم. وهنا بقى زي ما قلت هبدا اكمل الكميه اللي موجوده معايا، وبنرجع كده نوريكم شكل البوتفور بتاعنا كده في الاخر.
وده بقى كده خلاص. بعد ما شكلت كمية البوتفور اللي موجودة معايا بالشكل ده زي ما قلت، بجيب طبق كده أو صينية بفرش على ورق من الزبدة، وببدأ كده أرص البوتفور بتاعي. لما يبدأ كده الشوكولاتة تتماسك بتكون بقى خلاص جاهزة معايا بالشكل الجميل ده، وده كده بيكون الشكل النهائي للبوتفور العيد بتاعنا. بجد النتيجة مبهرة جدا، جربوها بالطريقة دي، حتى لو انتم مبتدئين هتطلع معاكي ناجحة وممتازة من أول مرة. وده كده كانت طريقتنا النهارده في عمل بوتفور العيد بأنجح طريقة، وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعليقكم الجميلة، ولو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس للكل علشان يوصلك إشعار بكل جديد، وإن شاء الله تنتظرونا في وصفاتنا الجاية، ودايما نقدم لكم أحلى الوصفات، ودمتم في حفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.